دار القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان عقود وزارة النفط في ذي قار والمحافظات كافة بعد المماطلة والتهميش لثلاث سنوات، ومطالبتنا بالصور السلمية لإنصافنا وتثبيتنا على الملاك الدائم، إلا أننا لم نرى موقفا جديا وحقيقي من قبل الحكومة الاتحادية بإنصافنا بحق التثبيت لهذه الشريحة المظلومة، رغم أننا شركات تمويل ذاتي ولدينا مخاطبات من قبل وزير النفط تنص على الحاجة اللازمة وتوفير التخصيص المالي وعدم الحاجة لأي تمويل من قبل الموازنة العامة والتخصيصات الاتحادية، لأننا شركات رابحة تمويلها ذاتي من تلقاء نفسها. وبعد كل تلك المماطلة اليوم وقفنا بصورة سلمية وحضارية تنم على تخصصاتنا أجمع بأننا ناس مكتسبين سلميين محترمين نطالب بحق التثبيت. وبعد تلك المماطلة اليوم وقفنا بصورة سلمية وفي عموم العراق أمام شركاتنا النفطية المنسوبين عليها نطالب بحق التثبيت، وفي حال لم تتم الاستجابة لهذا المطلب الشريف لهذه الشريحة المظلومة من قبل الحكومة فبالأيام القادمة سيكون لنا موقفا لا يحمد عقباه.